المخيم تحب وطنا لا تعرفه ولم تره. كل ما أعرفه هو أن فلسطين هي المخيم، والمخيم هو قطعة من فلسطين. لما تيجي على مخيم اليرموك لا تنظر لمخيم اليرموك هلا، يعني تطلع له بالسبعينات، كنت تشم ريحة عبق فلسطين فيه، وعبق الثورة، وعبق الفصائل، وعبق انك فلسطيني. شو بدنا نضل اولاد مخيمات يعني؟ ما بدنا نصير اولاد بلد مثلا. بس انت بتطلع وشو بدك تعمل ما بعرف. الله ييسر. قاموا الشهداء وانهلوا من رضا الحياة. شر البلية ما يضحك، وهل هناك اشر من هذه البلية؟ مهما حدث لن اكون جندي في سوريا. تصور ان هاي الله من هاي المصائر هيك عم هيك عم تصير. اكيد المكان اللي انت غير سوريا وين مكان افضل، بس المشكله مو المشكله اذا ما طلعت برا سوريا شو بدك تساوي؟